الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يتخذ ولدا ولا صاحب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، ومانا إيمانا هلكا إن أن حولك يبوهن، ومانا أن إيمان وحاد أغين إن أن شيغنه وحاد قرن إيسان أوتكس ودقميسين كفع كفع الكعب أو أو وكتابك إلهي سنه النبي محمد بان دونينا إن أن وحرائس حسوسنه. مركا إن شاء الله تعالى إلهي وحونا قرنسيه يعني حقائص حسوسينينا كتاب القرآن كم منزل كأه هي صنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. محاضرة لنا هو إقابان تهي أو نساع بيسعون إيسا إن شاء الله، وحاين كو سابسان تهي صفة المؤمنين، مؤمنين تصفات هو إلهي وكشا القرآن كريم كي صنه النبي محمد يؤدوا الأمانة إلى أهلها، الحكم بين الناس بالعدل، أي يكون صاحب سنتهي إن شاء الله تعالى. قال تعالى إله الحجر سبحانه وتعالى أصور الله الله المسلمين تمؤمنين تمالا جوغان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم، صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى صفات كان وشيغي روحي لقاهل المؤمن وي روحي لقاهوايه وإنه دب الله بتاعه وحانا جرتا ودوغان إيسان روح بن آدم كأه مسلم كأه دنبي أو قلي ومعصيه أو قلي إلهي كن نعمايه إلهي أدون كيسا وحو كن نعياه توبة اللعان دنبي ما أدقشي توبة كفرا إلهي كمان نعين نحديث تيسي كد الجوكتا. أما هذه توبة لقاوهايه مركا سؤال لكم نعيا الباب ذكا حرنا يا سبحانه وتعالى سيدا أنا قلت لك دونه محارضة قدهد إن شاء الله. الله وحوله إنما وحك لمها المؤمنون المؤمنين تي وارق لمورن وهوين لمورن ومذوق لمورن وعدال لمورن ويري لمورن ووينها لمورن، إنما المؤمنون المؤمنين تي الذين كيوي إذا ذكر الله الله هذه اللقصه الله سبحانه وتعالى مقعيس هذه اللقصه وجيه وحاجرين إيسا قلوبهم قلب قوضة الرحمية قلب قوضة يا رحمية، وإذا تلي هذه الأغرية عليهم كركوض هذه الواغرية آيات الله الرحمن كآيات إيسا هذه الواغرية زادتهم وحاو كرنية إيمانا إيمان التقوى وكرن إيسا إيمان باو كرنية، وعلى ربهم رب قوضة كركيسا يتوكلون تلصارنا يعني. صفات وهي وحان شيغني وجلت قلوبهم زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون سد حرموده ووين بان شيغني مؤمنين تواسقوتا شيكاودي الذين مؤمنين تاسو يقيمون ويتوسنايو الصلاه الصلاه ومما كي رزقناهم ان كي رزقنا ينفقون بحناي او وضد حق يكون بحناي صفاتودي واسقوتا مؤمنين تاو وأقوى صلاة توسينا يبالغيني ويتكنا يان معها وأقوى صلاة توسينا يان وحي أن دفنا يوصينا رزق يانسيننا ويبحنا يان بري الله سبحانه وتعالى وضل حقا ويكبحنا إن لقبح إلهي وأمري صفات أولي باسيس عطا مؤمن انتي مركو إلهي انتا تلمامي وحويني انتا مركي لقهلو أرمها عن شيئنا مركي لقهلو مؤمن انتي واشغيستين
maxay abaalgud u leeyihiin? Yaa imaanaya marka abaalkii ilaahay uu ku abaalmarinaya yaa imaanaya? Ulaa'ika kuwaas hum ayaga keligood unbaa almu'minuuna mu'miniina xaqan dhab ah, mu'miniin dhab ah oo xaq ah kuwaasa ah. Lahum waxay leeyihiin marka waa shaqaysteen soo maaha, shaqadii way ka soo bixin alla subxaanahu wa tacaala u diray. Lahum waxay leeyihiin darajaatu bay leeyihin darajooyin halkee ay ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa ay ku leeyihiin. Wa maqfirantum bay leeyihin dembi dhaaf dembigoodii baa la hoobinayaa mid hore iyo mid dambe. Waxaa sii socota abaalgudkoodii. Wa risqun bay leeyihin dheefin la dheefiyo dheeftaas oo kariimin wanaagsan. Intaas oo sifa ninkii laga helo darajaadkan buu ilaahay u ballan qaaday. Mar haddii lagu yahay innamal mu'minuun mu'miniinta alladiina kuwii wa idaa waqtigii dukira allahu ilaahay la xuso wajilat quluubuhum qalbigaa gariiri. Qalbiga waxaa weeye ra'iisul badan weeye. Ruuxa bani aadanka ah xubnihiisa waa 360 xubnood. Ra'iisul badan waxaa u ah madaxweyne maamula qalbiga weeye. ilaahayna qalbiga bani aadanka u dhaalacdaayo maamula allah subxaanahu wa tacaala. Waa kii rasuulka inuu lahaa calayhi salaatu wasalaam, yaa muqalib alquluuba thabit qalbii calaa diinik. Qalbiga weeye ra'iisul badan. Markii qur'aankii la akhriyo, aayaadkii markii la akhriyo, cadaabta laga sheekeeyo, xisaabta qiyaamaha taalo laga sheekeeyo, su'aalaha qabriga laga sheekeeyo, jidkii siraadka laga sheekeeyo, meesha shidada taallo iyo dhibaatada markii laga sheekeeyo, wajilat quluubuhum qalbigoodaa gariiraya. Cabsi ay alla ka baqayaan, khawfan lillaah, ilaah bay ka baqayaan. Wa idaa tulay haddii la akhriyo calayhim aayaatu, aayaadkii jannada raxmada rillaha iyo raallinimada ilaahay markii laga sheekeeyana ziyaadadu iimaan iimaan baa u koreeyaba alla subxaanahu wa tacaala. Wa calaa rabbihim yatawakkaluun, markay dhibaato ku timaado, dhib baa yimi, cudur baa yimi, colaad baa timi, baahi baa timi, dhib baa yimi, meel kale u caban maayaan. Wa calaa rabbihim yatawakkaluun, allahay tala saaranayaan. Oran maayaan dowladda waxaan ka codsanaynaa, oran maayaan hay-adaha waxaan ka codsanaynaa, oran maayaan adduweynaha gargaar weydiisanaynaa. Wa calaa rabbihim yatawakkaluun, allahay ku kalsoon yihiin, allahay tala saaranayaan. ilaahay baa markaa taladay u dhiibanayaan. Waxaad arkaysaa zaminka aan ku jirno abaar baa timi, waa la qaylinaya, adeecadaha laga qaylinaya. Waxaa laleeyahay hanaloo soo gurmado, hanaloo gargaaro. Gargaar bani aadan muxuu gaarayaa, muxuu sataraya? roob baa yimi, daad daad baa nagu dhuftay, hanaloo soo gurmada leeyahay. Haddana waa laba, baahi baa timi iyo cudur. Waxay leeyahay hanaloo soo gurmada, hay-adaha adduunka noo soo gurmado. Waa yaab weeye, waxaa la yaab leh arrintu. ilaahay lahaa goormay hay-ad la wareegtay arrintu? alla subxaanahu wa tacaala maamulay koonkan oo dhan asagaa iska lehe. goormay hay-adda la wareegtay dowladda? goormay ilaahay arrimiisa la wareegtay? arrimaha wax jira ma aha. sifaatka waa in laga helaa muminka. wa calaa rabbihim yatawakkaluun, allahay tala saareen subxaanahu wa tacaala. dhib kasta oo ku sugan yihiin allahay tala saarnayaan. alladiina kuwii wa yuqiimuuna wa yasalaata salaada. salaada waxaa weeye tan la doonay tii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam intuu mimbarka fuulay uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam. asagoo ummadda tacliimay, macalinkii weeye ummadda, asagoo ummadda tacliimay buu mimbarka intuu fuulu salaadii meesha dadka ku baray. markaasaa wuxuu yidhi markuu dhammeeyey salluu tukada kamaa sidii si lamida ra'aytumuuni aad u arkeen usallii anigu tukanay, war sidaa aan utukaday utukada. laqad kaana lakum fii rasuuli illaah uswatun xasana. salaadii nabiga la doonaya in la tukado mooye, nin salaad ku jiro haddana mashquulsan, taleefon ku mashquulsan, waqtigan zaminka aan joognaa la arkay, ninka taama dhowanayo salaadna ku jiro rasuulkeena arkay calayhi salaatu wasalaam. markaasuu yidhi low qalbigiisa uu qashuucsan yahay, xubnihiisa ayaa xasili lahaa buu. allahu akbar. haddii qalbigiisa khashuuc ku jiro, xubnihiisa xasili lahaa buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam. asxaabu rasuulillah markay salaada galaan ay allahu akbar yidhaan, munaajaadka rabbi markay galaan, waxba ma ay ogaan jirin. wax ay ogaan jireenba ma jirto, bas ilaa salaada, bas ilaa ay ka baxaan bar baa la afreeshimay oo la yidhi salaada waxay u noqonaysaa markay galaan
kabuubiye meel oran jiray cirbada dadka lagu dhufto markii la qalay la afeeshimay sidaasay u ahaan jirtay salaada asxaabu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabigeena yeeyey salluu kamaa ra'aytum min usalli sidaa u tukada markii alladiina kuwa mu'minatu yuqimuna tawsinaya salaata salaad wa mimma ki razaqnahum an dafinana yunfiquna wa bihnahum yunfiquna waxaad arkaysaa magaalooyinka maalan gaaris oo kale wadooyinka lama mari karo maxaa lala mari leeyahay raashin bisil oo suugadiisa wataa lagu daadin dhulkiibaa markay qoraxda qabato soo shiifi meel kasta raashinki baa lagu qubi waa la kariyey waa laga dhergay waa la daadin kii oo yaala ku kara haddana caawa la karin anigu garan maayo saddexda waqti in la cuno wax horta wax waajibe lama garanayo saddexda waqti in wax la cuno yaa waajibiye sunna iyo waajib midna maaha asxaabu rasuulillah xaba timira bay cuni jireen erartii xaba timira waa hal xaba hada laba maaha gabalkaa ugu dhici jiray markii la weydiiyey asxaabii aanas bin maalikin oo habaan u malaynaya saad cuni jirteen la yidhi hal xaba maxay taraysaa war ma aanan cuni jirin waan u dhuuqi jirnay buu sidii aan uga naaska hooyadiisa u jaqo u dhuuqo saasan u dhuuqi jirnay buu waa hal xaba timira anagana maalintii saddex kiilo naguma filan reerka mid fiidkee mid qadadii ay mid quraacdii ah markaasaa cuntadii la daadan la daadinaya ilaahayna qur-aanka waa kii ku sheegay oo lahaa kuwa cuntada markay cunayaan aanan ku xadgudbaynin aanan daadinaynin meel dhexaad meel dhexaad isugu imaanay wax baahidaada ku filan wa mimaa razaqnahum yunfiquun maca dalika haddana waxaa laga yaabaa ninka cuntada daadinay aqalka ku xiga inay gaajo loogu baqtinay saaka dadku uusan shidani waa jirtaa wad waa arrinta waa aad bay u dhacdaa guriga kugu xiga waa lagu baqtinayaa anna qadadii iyo quraacdii cashadii isa soo gaareen baad gurigii gaajaysnaa antiisa ku daadini haye arrintaa mu'minnimo miyaa ma aha mu'minnimo waad garanaysaan gurigii rasuulkeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam inay gabar timi laba gabdhood wadata xadiiskii waad xasuusantihiin baan filayaa oo dawarsanayso haddana tuugsanayso caashay u timi maran alla waxay sii bay tiri gurigii rasuulkay gashay ayada ay iska lehed ilaahay baa wax leh saddex aboo timir bay ka soo heshay islaantii way u dhiibtay timirtii saddexda ahayd midna waxay u dhiibtay gabadhii ay xambaarsaneed midna waxay u dhiibtay gabadhii ay gacanta siday midna iyada afkeeda u kor yeeshay hadda timir wax lagu daahayo miya labadii gabdhoodeen ilaa intay cuneen bay tii hooyada ku qabsadeen markaasay u kala jeexday oy siise tana jeex tana jeex waa gurigii rasuulkeenna muxamed khayru khalqillah annaga madaxdeenna ka warama maanta gurigooda xabo timir in laga waynay mumalayn intuusan bil jagada haynin ba guri dabaqa dhisani saddex gaarin isku bedelin waanu tagi doonaa taa muxaadada ay ku jirtaa wamima razaqnahum yunfiquun wixii ilaahay uu siiyana waay bixinayaan ulaa'ika kuwa aan soo sheegna hum ayaga keligood ba almu'minuuna mu'miniina xaqan dhab ah lahum waxay abaalgud u leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku abaalmarinayaa darajaatin darajooyin labada darajo waxay isu jiraan baa layidhi cirkii dhulka intay isu jiraan darajada intee laga abaalmaa laga siin cinda rabbihim rabbi agtiisa wa maqfiratun baa u dheer dembi dhaaf baa u dheer wa risqun baa ilaahin kariimun culammada risqiga kariimka waxay ku fasireen risqa aan lagu hoosheenaynin haddaad intaad jikada gasho dabka shiddo xaabo soo gurto qoryaha jajabiso biyo soo shdhaamiso waad dhibtoote cuntadii mucuni karta wax yar baabaad ka cuni laakiin tan cunto lagu dhibtoonay maaha waa mid ilaahay agtiisa lagaaga maamuusaay oo lagu siinay oo iska bisil weeye reejanaadka waxay doonaan baa iska leeyihiin walahumaa tashtahi lanfusu watalidu lcunwant fiha khaaliduun waxa alla waxay naftooda doonto adigoo raashiin bariisa cunay hadday qalbigaada ku soo dhacda boosho yaa kaaga dhigaa dhag lagaama qaaday tii unbaa isbedeli risqiga kariimkae waa kaa la siinayo dadka abaalgudka loo siinayo allahuma ajcalnaa minhum ilaahay anagu dar kuwaas kuwaasuu ilaahay tilmaantooda noo sheegay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa'lamuu annamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna wa ana allaha cindahu ajrun cadiim buu
إلهي سبحانه وتعالى وحوليه واعلموا وحادوا قاتان أن ما أمواركم مالكين وأولادكم عرورتين فضنة في النوى بلوى جربوي وأن الله أيبا وين عنده أتي سوحا أجر عظيم أبا القدوى ينبا الله عظيم كوحو وينك وشاك كورن سيدا هو مارك مالك وافد ما دد بلن بالغو فد مي ومدن نقو الرئيان بالغو فد مي ومدن جوغان نبالغو فد مين واجب كيس هدين لقدن وايو وخطر تيضا إلي داي سفوين كان إلهي ونو سفين دد كان الصومال ذي حول نقطضا مارك أن باديها جوغنو وحا عندق النوا حول حولها وحا كوكرا قونسان وحا سمد ليريها سمد دامد وا سمد وين او شراكا دد خورن باريتا قبيل خورن باريغن منا وحالي را قدفتو اما بادسا وما عاية دنق لسر ايو هريد ايو افضوم يرو لغود ايو راتين ير ايو علامد وي إلهي الدوميسة سفاين كود يرن بون ميع دي مرك مؤمن كبه لع دي منافق كبه لع دي دار كبه لع دي ظالم كبه لع دي رجنات كريه النارات كبه لك العدي مرك قرآن كلا الشيخ ايو سنة الله الشيخ ايو اما حديث رسول كلا الشيخ عليه الصلاة والسلام وحالة المامة يسمد ديسة للشيخ ايو نم والو وعادية ورسمد المكوكو طالة مساكو قمت طالو انا فكرتها اللي دوني انا الادية دي بس كوكو نغطو وركان سلاة توسيا ديك مياه مياه واضح الله يسي ورمانت بحا خير هو اللتي من إلهي اكتيسي او لقاء ابا المرين ورمانت انتاجر الدم بإلهي كقش ما انت محاسبة غيزت وما انت محاسبة غيزت انا تحسابت انت الى الدنيا وحالة المام اذي قوي وحالة الله الله ما هو حكالي واذي قوي الهي سبحانه وتعالى ادتك ان اصفاين كنت المام انا قوي مركز سلاء ودت يا مؤمنين تاوحا اليهين مو الهي سبحانه وتعالى وحالي مالكين في الموي عرورتي نوافد ما عرورتي وادركتي ما أنت دباتها تالله أدو بطن ويقول هنا لباهر موضع ندي بجري أدنو دي باي قبيل إيقات باي هايين قبيل إيقات قبيل أن ما رأي اللو هلينين أو أدو ملين إيقين نبين لغو طلالي إيا علين تلعون أي باهم وحيو الفيدن نواها بلأي دباتن نواهي وحيا ربنا بحادة كسو درسمي محاك كوكا وحاك كوكا الله يرضى فسهد إلا أن يرى إلهي بدبادي موية وحال لك إيسا نين صلاة دي تكنا كي أن تكنا نقوى دافصك ومساتي كجرو هذا نتميه انتو قبطي هوست انتو كحيري يو انتا وحير كرهبي أنه هو ويغان عرور تهين وحان اسكو عين جري دوري دوري ودوران فوها ليركي ومانتا لغو فاناي يا لاركي محال ليركي وكتر سدي سروال غالب وسايب سدي مركو اسكا بحنا اينا مصدن ويرتمو اسكا مبعن كار اما بعبو ريتسن مكتبو كودا قنية باب بحاضو مريني باش الجبيرة ذا لورن جرى الروح مركو جوال وكبي جرى ارول كي يرائي وحي لغو حيري جرى اوكالي مكتبو اينا لك بحاضو مريني مكتبو كمانتا وجبانتا بابو فير صدا صاريرت انتو كفر استو بعبو ريتسدو يوجيدي سين نفلغ دلناي بل انتحان كان محاو وصاركي والله وحاك سيدرن وان ركوع يا ورنا مواسجود يا فتديس ما دروشا وتكون مقطع ورديس إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون بل انت الدنبي الله الرحمن كان كجل هيك لله نردين وايوب ضطي نوعا سيوب ضطي وضيف يا ربوية يا وخوارك ويلشو سروالك انتو قشده مرحبا اللواركو صودعي كوركا صودعي مركا وقبنا كورو قلنا يا مركا وسيلة ولا اين كو اين كو هابو يري war hada wax sarif ugu jira kalaba xubir sarif adduunku ugu jira kan waa ka tagay waa ka dhacay weli weey miir qab ma miir qab ma waxa ka sii daran awlada filma weey macnaha ayada markan raacno awlada inay filma tahay sabin kan maanta ku jirno waxa ka sii daran markay la tukado magribka qablihi waa labisteen mid walba oo sayir bay garabka gashatay كما قبلنا واقعت سوق الآن ومسلم كي وصار وحي ولا شقدي ولا جاي مده أين أنت أو شقتي وقتك فدنا واجر وحاك سيدرا لما دي وارد لما
gabadhii markay soo qaaday oo istixdaal guriga hoosta ka xirteen gabadhii waa muqantay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aw mas'uuliyadi gacanta taaysa wiilkiira salaad iyo la kallay bal walaal ayaa u fiirsaday hadalkaas aad ugu fiirsada salaada subax markaan ku jirno salaada subax markaan ku jirno kulli aruurta iskuulka baska uu qaaday laakiin dugsiga maya dugsiga qur-aanka maya ama iskuulka salaada lagu jira waa maqnagaa bibibibibi meel macruubaad ku sii maray oo tuban oo waxdi weliba la tukana masaajidka u socotaa waa salaada subax fidnatun waa fidna jarab wey awlaadi adaa lagugu imtixaamaha ismana ogid inamaa amaarku awlaadukum fidna waa bela jarab wey maru fiirsada hada kitaabkii qur-aanki midigtaa midigtaa lagu qabtay kii maadigana midigtaa lagu qabtay awlaada marka fidna weeye laakiin ilaahay agtiisa waxaa yaalaa abaalgud weyn ninka arrimaha ilaahay ka ilaaliyo oo iska ilaaliyo ninkii iska ilaaliyo qaala tacaala ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala ya ayuha aladiina aamaruu ya ayuha aladiina aamaruu in tattaquu allah yajcal lakum furqaana ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى وحي له يا ايها الذين امنوا انت علي رسول رميس كتاب القران رميس يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله داد الله كبغدان الله داد كبغدان واجب سنه ادغتان نواهي حرام تزاد كفغاتان يجعل لكم ايبو حين الى فرقان النور بفعل الحجة ويكفر واسطريا عنكم سيئاتكم حمايات كنوا لأنك أسطري مركب مع السيادة أدقش لقاء أسطره إيا مركب لقاء دافة الله يكلطه منا والغوصة بانيقة والغتوسية وحن مصا ميسا مصا ميسا مصا ميسا ها 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 مركز كدب على لقاء دافة منا والغوصة لقاء أسطري ما والغتوسين ويكفر والغتوسية والأسطري عنكم حقين سيئاتكم حمايات كنوا لأنك أسطري ويغفر والدافي لكم إذنك دم بجيننا والدافي والله إلهي يو فضل العظيم الله فضل يدق لإرادة وين ولا عليال إلهي سبحانه وتعالى أنك بغن سيدا حقا أنك بغن سيدا حقا أنك بغن وحاول الروح بني آدنك دم بك استوى حقلو مركو دم بقلو الله إنه أصوى النقضة أو استغفار إليه ما هذا لازم وي استغفارتنا الله كبه جعلان رسول كان عليه الصلاة والسلام يا أصوى مساجدك كجره يا ننو يمي وحوية رسول كان الله أبا أربع نقول عدي هلاك باقرك اللي سارين هاي ساسا لسعوير قولوا يكون نقاء أرض بويري أستغفرت بضي asa maashe fadhiyon ka kicin yahay mid kale wiimey wuxuu ku yiri rasuulka allah gaajay dhibtay buu saboolnimo iyo faqr gurigaada ku noqay wuxuu yiri astaghfirta badi ku saddexaad baa wiimey wuxuu ku yiri rasuulka allah daadanahay waa dii jeedaa wiiri dadna malihi caruur malihi wuxuu yiri gurigaada ku noqay astaghfirta badi waa saddex nin maashe fadhiyo nabiga maqlaa hadalkiisa soo kacay wuxuu yiri rasuulka allah saddex nin baa ku yimi mid baxaaji gooni ee buu sheegtay mid waliba waxaad ku tiri astaghfirta badi say waxu jiraan ilaahay baa wuxuu soo dejiye faqul istaghfiruu rabbakum innahu kana ghafara yursili samaa calaykum midraara wayumdidkum bi amwaali wa baniin wayajcal lakum jannaat wayajcal lakum anhaara saddex diba waa la siiyib soomaalista faqul istaghfiruu rabbakum innahu kana ghafara dembigii ilaahay waa dhaafsan yursili samaa abaartii laga cabanay yursili samaa calaykum midraara roob dhibicii waa weyn ilaahay subxaana wa tacaala wayumdidkum alla waayna kordhinaya biamwaalin maal kii gaajada ka cabanay maal un buu ribay wa baniina kii wiilasha ka cabanaya goblanka haddaan maanta il astaghfir allah astaghfir allah wa atuub ilayh astaghfir allah wa atuub ilayh allahu tub calaya an mashidaal bay u baahanta benziin may u baahanta ma biyaa lagu shubay sidii gaarigii
معد باي وقبصني أبوس كان على هاي يجي بعد يجي تايدي محاني موجود هذا محاني أورتاي المرت محاني إلا وسيء وما إنساني إلا الشيطان شيطان وحكر أنا أورتاي المرت شيطان هذا واتقرن إنسانه ويا عدو عدوي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا كإله القرآن كيس كلها كريم كان مرك ورانيا مؤمنين تنتن وبشارة انت رو خيرات يا الله الرحمن كوب الله قاضي ان انا نغل ايمان وين موي الهي وانا دول قاد بدنهي وانا دقسي قصنا دي سنه واي بوحان واي بوحان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن رسول كان عليه الصلاه والسلام وحليه حديث كان هو دهرا قيب بان كسو قادن dad yahow alla ka baqa meel alla meesha joogtan bilay ka baqa hadaad kalitihin hadaad jamaatihin hadaad magaalo joogtan miiga hadaad joogto aqal kaada hadaad ku jirto meel alla meesha aad ku sugan tahay ilaah ka baqa wa kul wa tabi'i sayyah humaan haday ka dhacdo wa tabi'i raaya sayyah humaan al hasana hasanat raa'a wa hunaksan raa'a bani aad baan tawad qafaysa soma labay toban jeer ka balaban maanti gafi soomaa markii ba ka dabagee markaa wanaag ka dabagee ilaahay gaad ka araysay ilaahay raali gali ilaahu adan ku soo noqday tubna ila allah ilaahu adan ku soo noqday baari way wa xalim ma ka baqeelay balay wa kugu jeclaanaya baryada ka dabagee markaa xasanaad tanfu hawiin markaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam xumaanta oo dhan bay masaxaysaa markaa xasanaad waa tirtiraya وخالق الناس بخلق حسن دتكنا دبيعد وين سكرن ولا ابو الرسول عليه الصلاه والسلام ايه دواتيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى الى اخر ايه دواتيه وقولوا للناس حسنا وقولوا بحضرها للناس دت ايديلك حسنا هذا وين احسن وخالق الناس بخلق حسن دبيعد وين احسن كل دقن دبي عدا وانا زين رسول كان محمد بن الله قدن عليه الصلاه والسلام وكان خلقه القران بيت العاشا رضي الله عنها دبي عدا رسول القران الكريم كاي بيت مركا دبي عدا وانا زين بالا دوني دبي عدا وانا زين يا لدوني الهي سبحانه وتعالى حمانت اد شملك حسنات كدبا قيسو الهي سبحانه وتعالى واكا مسحيا دمي غادينا و ضافيا دمي غادينا و ضافيا حديث كان ترمذي و وريه وحديث حسن بويره مالنا صحيح بكير وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وحيدة حديث رسول كأن كورناي نبي محمد وحيدة عليه الصلاة والسلام سبعة يضلهم الله في دله يوم الله دل إلا دله تضبع إلهي بحري هركي سمالين وصن هرك لجرين إلا هرك إلهي مبوي هرك إلهي مبوي مالين وصن هرك لجرين إلهي با تضبع هرين يا أبو هريرة الإمام العادل امام عادل الله امام كعادل كا ادونك لغا مهلا امام تسان ملايني كوركيس سيدنكي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مدينة استقوى جوغو مدينة يا وحال لصوه الله عمر بال صوه الله عمر بن عاص او جوغو بيت المقدس وحوه الى امير المؤمنين magaalada xeen daab ay u baahan tahay buudeer bay u baahan tahay deer buudeer ay u baahan tahay lacagna waan haysanaa inaan ma fasaxdaan runaa magaalada oodno sidina umar wuxuu ugu jawaabay radiyallahu anhu warla wuxuu ugu jawaabay magaalada uma baahan oodi deere cadaalad bay u baahan tahay cadaaladku ma hamro wiil cadaalada deer weh allahu akbar allahu akbar anagana waad aragteen madaxda iyada maanta waad aragteen عدالتكم ما مربوغي عدالت حد اللي قد نغمو هل من أعيل قبض الله مركب رسول الله عليه الصلاة والسلام عدالت حد اللي قد نغمو الدونك هل روحي وبن آدن أعيل قبض مجرو هل عيلك وحده وشي عدالتي يا عدالت قصة ما يبو مغالك سابن كي سيدنا عمر رضي الله عنه يا مالين مال معك مدى انا يا خميس اهد بان ملينيا يا درف رب بضل لهلا درف رب بضل بالهلا اصحابته
sidee Cumar dharkii buu qaybiyey, dharkani cidhiidhi buu ahaa, baahida waa iska badneed. Dharkii markuu qaybiyey sidina Cumar asxaabi kastaa hal goob buu siiyey, asxaabi kastaa goob buu siiyey, asxaabi kastaa goob buu siiyey, asagana goob buu qaatay. Jimcihii baa soo galay marka minbarkuu fuulay. Yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha waadiicu rasuulu ululamri minkum ayuha annaas, dadyahu adeeca buu yahay maqla. Minbarkuu saaran yahay, raggii ragga ahaa baa fadhiyaa, raggii ragga ahaa. Annaga hadde waa iska buunshadii uu nabiga sheegay baani calayhi salaatu wasalaam, raggii ragga ahaa baa fadhiyaa. Sayidina Cumar yaa minbarka saaran ee geesiga ahaa, seeftiisa aan galka la gelinaynin ee nabiga uu celinay, ruuxii wuxuu ka qalloocday waraa nabiga uu fasax. Ninka minbarka saaran waa asaga. Salmaan Faris baa kacaya, wuxuu yidhi laa samca walaa daaca, kuna maqli mayna kuna adeeci mayna. Waa Salmaan Faris. Ninka sidaa lagu leeyahy waa Sayidina Cumar, amiiri lmuminiin ood garanaysaana waqtigaa joogo. Amiiri lmuminiin muxuu sameeyey? Lima yaa Salmaan buuri, maxaadan ii maqlaynin oodan ii adeecaynin buuri, miyaanan madaxdiinna ahayn? Kuna maqli mayna kuna adeeci mayna buu yidhi. Madaxdaayni laakiin waata sababta sheeg buu yidhi. Shalaygoo goob baad noo qaybisay buu yidhi. Nin kastaa goob buu qaatay. Masaajidka dadka fadhiya kulli min goob bay wataan buu yidhi. Minbarkaad fuushaay maqlaadna leedahay buu yidhi. Laba goobna waad wadataa intaad ka keentay. Allahu akbar. Sayidina Cumar ma xanaaqin, Sayidina Cumar ma xanaaqin radi allahu canhu. Cabdullaahi ugu jawaab buu yidhi, ani waan iska aha musa ee cabdullaahi ugu jawaab. Haddii cabdullaahi yaa dadko dhan waa cabdullaahi soomaa, kulli masaajidka waxa fadhiya Sayidina Cumar hortiisa waxa fadhiya, ana asxaabka wada cabdullaahi, annagana cabdullaahi baana addoonka ilaahay. Wax dhaqaaqaa la waayey. Cabdullaahi ibnu Cumar ugu jawaab buu yidhi marka, cabdullaahi ibnu Cumar u jawaab buu yidhi Salmaan Faris. Markaasu Salmaanow run baad sheegtay buu yidhi, shalay googoo baa la qaybiyey buu yidhi, aniga goom igu aragtaa buu yidhi cabdullaahi ah maya buu yidhi, gooygiibu iga soo caariyeysta buu yidhi. Uu yidhi aabu khudbadan maanta akhrina gooysi hadhowan kuu soo celina. Ya taasi cadaaladda sheekh, taasi cadaaladda waayahaye. Nin annaga naga mid ah kasoo bilaaw madaxweyne, kasoo bilaaw ku-xigeen, kasoo bilaaw madax goboleedyada, kasoo bilaaw gafana, kasoo bilaaw dhibid wasiiri ilaa jiifi mow, war waad khaldan tahay jooji wareeg waxaan aad cunayaa dhihi karaa? Iya ma dhihi karnaa? Wallaahi jeelkaad ku uri haddaaba lagu dilina nasiib leed ma jirto. Carabaa timir soo dhiibtaa la yidhi Gaarisaa loo soo dire, ma arkaysid. Cadaalad xumada meesha taallo, webiga Gaarisa qulqulay magaalada ka oomanta, dadka waa go-an si ceed loo garaan garinay baa loo goyay, webigana waa qulqulaya. Haye ma ninka meesha biyaha kuu keeni waaye faafi biyo garina inta halka jiido, ilaahay loo gargaaro. Sayidina Cumar muxuu ku jawaabay? Ilaa weli waan sii wadnaa itiisiiya. Wuxuu yidhi markaan khaldanno nagta ruuxay na toosinin oo na qabanin oo macnaha xaqa noo sheegin, ummadda nabi Maxamed ka mid maaha. Haddii intii nala qabto aan qabsami weyno oo xaqa u qabsami weynana, annagan ummadda nabi Maxamed ahayn buri. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Sheekh, ummadda nabi Maxamed waa la iska sheeganahay maanta, waa la iska sheeganahay. Sheekh, afka baarkiisa weeye, afka baarkiisa weeye. Imaam caadile baa leer magaca cadaaladda, imaam caadila, imaam caadila mar intee loo dooni. Cadaaladdii marka way soconay, way farcamaysaa, ilaa waxay tagaysaa guriga guri guri. Haweenaydaa waxaa laga rabaa cadaalad guriga joogto, inay caruurteeda iyo ninkeeda iyo martideeda iyo reerkeeda u cadaalad samaysa. Hadday sameyn waysan, allahu la xisaabtama yowma alqiyaama. Odayga kaaba qabiilka saas oo kale, odayga qoyskaas waad garanaysaan xadiiskii Nucmaan bin Bashiir radi allahu canhuma, ee intuu wiilkiisa gacanta qabtay uu rasuulka u geeyay, uyii rasuulka allow, wax baan siinayaa xoolayga wax ka siinaya markhaati ka naquuri nabi Maxamedow, caruur kale ma leedahay buu yidhi, kan mooye haa buu yidhi.
xoolo ma siisa mayo yidhi aniga jeer markaati kama noqona ayuu nabigu idhaaf ya aniga jeer markaati ka noqon maayo cadaalada day waa labadii anigu adiga aad dhashay imaam al-aadil buu yidhi markaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam cadaaladha la ogaado cadaaladha la ogaado diinteenna waxay noo sheegtay cadaalad haddii la helo adduunya aakhira waa la liibaani adduunya aakhira waxay soo hosgelayaan an taxkumuu bayna annaasi bidcad cadaalad cadaalad bay soo gelaysaa imaamu caadil imaam caadil ah ayuu rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waa dadka ilaahay harkiisa harsanay maalin uu har kala jirin toddobadan imaamka caadilka waxaa loogu soo hormariyey camalkan uu samaynaya mutacaddi weeye isaga laakiin kuwa kale camalkooda iyagun buu ku kooban yahay markuu imaamka cadaalad sameeyo habartii goblanka ahayd canigii agoonka ahaa islaantii garoobka ahayd kii cuuryaanka ahaa nin walba cadaaladii gurigi baa gelay xaqii uu lahaa baa gurigii loogu geen mutacaddi weye camalkiisi isaga kuma eko camalkii wuu socon adduunka o dhan buu gaari baba fiirisa hadda cadaalad cadaalad baa laga hadlay aad buu ilahay qur-aanka cadaalad ugu soo celceliyey aad iyo aad yuu ilahay cadaalad ugu soo celiyey sayidina cumar baa sabinkiisii masaajidka u dhex fadhiistay duurkii wuu luloodey casarkii buu soo galay wuu luloodey maqribkii cishee buu yimi wuu luloodey markaasaa yidhi amiirulmu'miniin war in yar maad iska seexatid oo qalowshatid in yar maad iska seexatid iskala bilisa qalowshatid wuxuu yidhi niman yahu dhegaysta in yar haddaan maalintii seexdo buu yidhi maalintii in yar haddaan seexdo xuquuqdii muslimiinta dayacmaysaa buu yidhi ay igu lahaayeen ilaa madaxdoodii baan ahay habeenkii haddaan seexdana xuquuqdii ilahay igu lahaa baa dayacmi buu yidhi ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun walu fiirsa hadda madaxdeenna ma ogihiin xuquuq inaan kulayn hadda maya ma oga ma oga mid ilaahay iyo mid kale toona ma oga haddaan maalintii seexda wi xuquuqdii muslimiinta dayacmi waa kii lahaa waddada ciraaq intaas fars hadduu ku samiri dhexoodo fars fardaha joogaan hadduu fars samiri dhexoodo aakhira inuu ilaahay weydiiyaan ka baqayaa guri waddadan qaxootiga ee udhexaysa gaarsa intee lacag lagu cunay ahay imaam caadilla ilahay cadaalada hana waafajiyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wiil dhallinyare oo shaab ah oo cibaadada ilaahay ku barbaaray oo ku gaboobay baa kusoo xujiyey rag badan oo dhallinyara oo fiican baa jira baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayr ilaahay hanuuniyo maxaa wiil yar oo dhallinyaro ahoo labaatan jiray ama aaban gaarin oo xaafid alqur'aana oo toddobada qaro akhrinay wuu joogaa maasha allah maasha allah ilaahu noo siyaadi nicmadaas nicmo hadduu ilaahay ku siiyey waa laga mahadnaqaa kitmaanun nicma kufrun nicmada ilaahay ku siiyey haddii la qariyo gaalnimo weeye labada indhood nicmo weeye afka iyo carafkii waxaan isku rakibay nicmo weeye labada dhegood nicmo weeye gacmaha nicmo weeye kaadida intaay ku qabato aan kaa soo daadanaynin adoo suuqa mara iyo saxarada eed meesha ilaahay u talagala aad geynaysa nicmo weyn weeye allahu akbar hantida xalaashoo ilaahay ku siiyey markaad u baahato aad cuni ood qabani ood maali nicmo weeye goor maad ogaan laa yacrifu linsaanu nicma xataa zaalat nicma bani aadamka nicmada ilahay u siiyey ma karto markii laga dulqaado kartaa labadii indhood baa ilaahay kuu laabay canug yar baad odhanaysaa awowe kaalay meelaha kaadi igee gacantuu ku qaban bartay islaamaha ku sheekaysanayn hadduu doona ku dhex fadhiisin aadna ma arkaysa allahu akbar allahu akbar markaad kaadi u fadhiisato iyo wixii kaa imaan lahaa yaad maqli inay meesha wadad dhexdiisa ay taho hadalkiisa markaasaad odhanaysaa alla ilaahu indhahayge markaasaad garan markaasaad garan meelaa waa joogi jiray oo meelaha soomaalida xaggeeda ah yaa nin ka tegay waddankan kenya in fd yaa waddankaa tegay nin buu geeluu raacay qowsaar ama ijaar dheh midkaad dhahdaba laba iyo toban birood iyo qaalin saddex afar jira bay ku heshiyeen
قال يزيدون إنك الرعي مركي بشي أي دمات ماشي أنا وكله وديت وأكتب قانين وأعمل بوهض اللي يرهم وودن كاس وحوي لاس عنود مال يرهم البتادو إنك مركي بشي أي أول ما تلوي تون تبي أقول ما لين هبين هبين أنا كميت بهنا قانين تبع الغسين أو يزدين يا هبين كهل فور بحصتي هالشي يعني وجد بالرواية بدي إنك سبحانه وحيره لبي تون تبي الله هشة رعي سوى هشة دمات wax aad ugu leedahay ma jirto anna magaalada gobolka marka qaadli ka wax aad ugu leedahay ma jirto rag hadda waa rag uu noo meesha uma aadan dhalanin iyo meel kale aad ka timi iyo waa laga badan yahay iyo war qori ma haysin midna ma dhayn ninki geeliga fafo halka dhacay meesha halku dhacay inta waa buuxad meesha uu dhashay waa Kenya hunguri hadduu ku qaadamo talaal lagu daraa ninkii wuu raadiyay suu raadinay ninkii wuu ka daba tagay xabad buu ku riday macawistii meelaha ka gasho adu ilaahay baa ciimiyo maga meesha uu noogu yimi ninkii aad idar baan u yiminay lacag baan u ururinay ninkii waan wareystay waran baan ku yiri aabaha xoolo ma kaaga dhintay wax la sheego kad badan buu yiri aaway baan ku yiri waan dayacnabi qaadi qurwi qashi saan cunayna xoolo iska dayacmeen buu maanta ma ogaataan ku yiri maantaan ogaaday buu بني آدم كان نعمة إلهي وسيا مركو هاستو قران مايا مركي إلهي وكدل قاضو مركا سقستي إن يرو إلهي سبحانه وتعالى أو الحفدية أمبا نعمة قران إيسا إن يربا قران إله وقوانا قرنك مركا ولا ريال وير كاد الله يرى عبادة إلهي كبر باركونا وين هذا ننكاس وحو كميدي هايبو الرسول كان ضدك إلهي وبرلان قالي هركي سهر صناي وننكي درجة دي اللباد بوصوكالي ورجل قلبه معلق بالمساجد برسولك عليه الصلاة والسلام برجل سدحان مساجدك عادة لكت مساجدك عادة لكت مساجدك إنه كجر بجعل هاي هدو كم مقن يعني قلبه قايا أين المؤمن في المسجد أين المنافق في السوق منافق سوق وكاغور ريوانا كاغضا بينيا مؤمن مساجدك كاغور رينيا مساجدك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر سنة نايت مساجد أمك جرى وكعادة نكتة ودرجة دي سدحات يوصوك لي هجلا يتحبا في الله اجتمع عليه وتفرغ عليه لبان إنه إلهي درتي سجع لالي كتابك إلهي سنه النبي محمد الدين في إسلام فيكوه لألو من بس بحك لمايا درجة دي سعيقنا سوق لي الله أكبر ما أنت واحد جعل بوايري دتك وعي الله وعي 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 الله وعي ما قرنيست ورنك عني ونقر من السلامة إنك عمي السلامية وان صني فيه وما أتكون نزفت والله ولا لو حي يلا قرن مايو جنك هي قديدي وكا ماشي أنا ورجلان تحبا في الله أو محبة إله يا أصحاب رسول الله واحد أبتهين مهاجرين يا أنصار واحد قرنيسان أنصار أنصار واحد قرنيسان مركي مهاجرين تغان ninkii laba naagood qabay mid buu furay walaalkiisa muhaajira ninkii boqol halaad laa konton buu siiyey ne baa wax walba waa la qaybiyey rasuulka qaybiyey calayhi salaatu wasalaam waa garanaysaan xadiidkii abu darda iyo salmaan oo nabi maxamed markuu walaaliyey calayhi salaatu wasalaam waa garanaysaan xadiidkii dheeraa muslimiinta sidaasaa laga rabay amaa maanta miya ma jirto wax isjecel waa lalaay maxaaraantan cunaa noogu wacan مزه من آخر كان يالي قرن مينو محبضي بقى مقن مسلمين تلح دوضيهد محبضي بقى مقن مركي عدالة اللواي محبنا اللواي وحي انه رب الله مع الله سبحانه وتعالى اللواي إلهي محن وقو بدري بلا أي باص كنصر ما وحان مغني جرنة كوب ما وحان هاد عذر كان ايه كورونا كورونا ما كورونا مغني جرنة إلهنا قرآنك وكي كلها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون كتاب لسك حكمة انت تواركتين سوقا قارسا نيلي قدلي كو وليا حير محان نوها حير هشي محان كل قادان جرني ويا قولة تضبعي هد مهنو بدا المغلي وضايش انت فريستين باي طبان كان لقين طبان كن ما
maxaa loo yeeli? Waxaa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi, rasuulku wuxuu yidhi, dan nooguma jirtee, xeer noo sameeya, xeer daarood noo sameeya. War wiilkaagii curad oo xaafid qur'aani baa suuqa gaaris lagu dilay, waxaa lagu leeyahy hashi maxaad ka soo qaateen? Todobaaadiishirkii waxaa ka soo baxay hashi toban baa laga dhigay. Ninkii muxuu yimi Maryan, boqolkii halaad aaway, afartankii muqaladii ahaa aaway, soddon iyo soddonkii kale aaway. ilaahay dan kuma jira, leeyahy hadalkiisa dan nooguma jiro. Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Oo hadalka ilaahay dan kuma jiro miya? Maya. Corona iska qabta marka, kansarna iska qabta, faarig iska qabta, dhiigkan iyo bursaal iska qabta, laba iyo toban balaayo oo la arki jira iska qabta. Dulqaad baad uleedihiin, qaata. Dadkii lahaa dayaxa korkiisaan degne aawa. Kii ingiriiska ugu weynaa wuu ku dhacay, waa sakaraad. Oo dayaaradahan cidna ee wadin maa loo adeegsada corona oo lagu soo dilyo intay saldhigiisa la raadsado. Dayaxa korkiisaan degnaa baa lalahay. Cuquba dayaarad arki mayso, oo il qaban mayso, oo xal ma leh. Kow, cudur baabayin bilaaya masiibaatim cuqubaatim soomaaha. Ilaahay muxuu yidhi, fafiruu ila allah, ilaahay xaggii u carasa ma dhihin, masaajidii aan la tegin baa la yidhi, ha la xiro. Waa la xiray haddana. Cuquba uquba korsaar marka. Awal corona u ahaa nooc kale hadda soo baxo oo kii un haddana ah. Haddii masaajidkaa la xiro soomaaha, waa kasii dartay. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Maxaa la diidanyi? Balaayaa imaateen, fafiruu ila allahi. Yaana ilaahay xaggiisu xararine, aan guryaha isku xirno. Sanka xirta, hiisa salaamina, masaajidda ha tegina, xira. Hadday ugu badanta boqol ruuxa ku tukato, calaamad soona lagu kala dhalaajiyo, kala carada. Waa cudurkii Muuse Saamiri ku dhacay, laa misaasa, dhahaa ilaahay uu ku sheegay. Hiistaabanina. Ma cuqubaa guri celini. ilaahay dii canuga caloosha ku jira riximka hooyadii asagoo meedda ka soo saare, hooyadii caafimaad qabsiiyey. Miyaa bannaanka wax af lagu xirta celinaya? Waa maya. Masiibaa dhacda marka wax isjecel waa la waayey. Cuquba markay dhacdo wax isjeclaana iyo wax israba ma leh. ilaahay qur'aanku waa kii ku lahaa, yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibati wa banihi. Aakhiraa lagu sheegay soo maaha, adduunyadaa lagu kala cararaya marka. Waaba la sugay, tii aakhir waa inasugu ilaad. Adduunyadii waa leeyahy istaabanaysa salaamina. Meel iskugu imaanina. Jamac hoogina. Waa kala carkii soo maaha marka. ilaahay kii qur'aanka aakhira noogu sheegay dhibaatada taalo, tiibaa adduunka naloo soo hormariyey oo la kala cararahaya. warujaaa intaxabaa fi illah intamaca calayh watafaraqa calayh. Waayahay saasuu rasuulkeena calayhi salaam, kaasaa haddana ka mid ah ragga harsanay ee jannada. Waxaa ka mid ah warajinu dacto imraatu daati mansabi wa jamaal, nin ay weerata gabar qurux badan, qoys wanaagsanna ka dhalatay. Labadaasaa shardi ah, qoys nasabadiisa aan la duraynin ama iyadaan fooxme lagu dilaynin bay ka dhalatay. Markaas ay tiri, war waxaan rabaa inaad wax ii doonato. Waa u yeeratay intay isa soo qurxisay, ilaa weligood hadda haweenku ay sameyn jireen ilaa nabi Yuusuf waad garanaysaan, shirqoolka waa jiri jiray. Waa u yeeratay markay u yeeratay oo isdiyaarisay, faqaal innii akhaafu allah, ilaahay baan ka baqayaa buri anigu. Innii akhaafu allah, allah raxmaankaan ka baqayaa buri. Ilaahay harkiisu harsanaya, maalinta aan har kale jirin, maalinta har kale aan jirin, ilaahay harkiisu harsanaya. Meesha uu kaga dhaqaaqay. Kan kale waxaa weeye nin sadaqa bixiya gacantiisa midigtaa, bidixdiisana ay ka warqabin. Jeefuu gacanta geliyay. Sadaqada waad aragteen markii la bixinayo. Ninka hadduu masaajidka ku jiro maskiinka istaago, waxa jeebka ku jira waxaad u malaynin dad kale inuu ka ilaalinayo, ka qarinayo. Maanta labaatan shilin buu ka raadinayaa, hadduu ka waayo konton buu ka raadinayaa, hadduu ka waayo boqol buu ka raadinayaa, ama intuu boqol soo bixi dhahay wariya maskiin hoo ee konton iisu cuy. Maalin baa anoo ku jiro dukaan, dukaan weyn oo hoolseed ah, oo shan nin ay iibinayaan jaranjarooyin loo fuulay, yaa mid maskiina yimi. Markaasuu yidhi, magan allah, waxay siiya ilaahay wax qaar qabayna siiye, ana meeshaan lacaguna ay sarifaan, waana xag wilaa dukaan way ku dhex taallaa. Ninkaa maqalka fadhiyey, yaa maqalkii gacanta geliyey, wuu walaaqay, wuu walaaqay, wuu walaaqay, meeshan doolarkiina way tuban, lacagtana way tuban, ilaan toban buu raadinaya anigu ma garanay. Ninka meesha maxaa kaga lumaan leeyay? Markii dambe tobankii buu waayey.
markaas 20 intuu soo bixiyay wuxuu yidhi tobadiisa bay mooga mooga waxaan inuu ka tagi doono tobankaasna marti uu noqoni doono ya nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ridi qala caasho u weydiiyey ridi maxaa baaqi ka noqdo garab bay tiri garab bay tiri nabiga haddii wuxuu ugu jawaabay waad garanaysaan calayhi salaatu wasalaam intii aad bixinaa baaqi ayaa buyiri garabka baaqi mehe intii aan bixinne ee sadaqayne yaa baaqi nooho janna nooga horeysaa wiri laakiin kan shaqo kuma lihin maala tukaanka buuxoo dabaqa aho jaranjarada loo fuulaay inuu halkan kaga dhaqaaqi doono berri oo xisaab ay ka dambayso maxaa yeele adduunyada waa saddex qaybood un weyn alyowma yowmu alcamal maanta waa maalin camal berri soo ma aha berri waxaa weeye yowmu alxisaab maanta waa maalin camal maanta camal weeye camal fal weeye camal falo berrina waa yowmu alxisaab weeye berri dambena waa yowmu aljazaa abaalmarin maalinteeda weye waayo saddexdii adduunyada soo noqonayso salaadii soonkii sakadii xajkii khayraadki o dhan maanta samee berri waaba aakhira haddi aakhiradaa berri laga soo qaada soo maaha adduunyada berri marka waa lagula xisaabtama ilahay baa daristaagi soo maaha berri dambena maxay noqon abaalmarintii jasihi weye marka fain kaana shar fa shar fa khayr 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 shar markaad shaqaysato sidaa weeye marka gacantiisa midigta waxay bixisa bidixdiisa inaayan ka warqabin weeye kaasna asagana harkii ilaahay buu harsan waa gartay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiskan ayuu sheegay toddobadanna wuu sheegay kii toddobaad waxaa weye warajulun dakarahu allah ilaahay buu xuse khaaliyan asagoo meel cidla joogo fafaadad caynaahu labada indhood baa shume wuxuu xasuustay waa kii hadday aan ku bilaabnay weeye wajidat quluubuhum waidaa tulad calayhim aayaatu zaadatum asagoo keligay bu ilahay xasuustay ciqaabkiisii caradiisii wixii qiyaamo kaga horreeyay jannadii barwaaqadii wixii uu xasuustay fafaadad caynaha labadii indhood baa iska shumay ilaahay dartii ilu ooyse cadaabka ma oynaysa wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibtiqaa wajhi illaah ilu ooyse baqitaan ilahay aa ka baqi ilu ooyse cadaabka ma oynaysa wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahu kuwaa nagu dar walaalayaal dadka ayagoo sifooyinkaa lagu sheegay yuu ilaahay kitaabkiisa qur-aanka ku ammaanay rasuulka wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu harinayo oo kale harkiisa uu harinay kuwa ilaahay dartii isu jeclaa aynama taxaabuuna fi illah alyowma udlimuhum udillahum fii dilli yowma laa dilli ilaa dilli buu yihi xadiis bulqudsi rawaahu imaam muslim baa xadiiskana wariyey alla subxaanahu wa tacaala inuu harini doono noo sheegay harkiisa dadka ilaahay dartii isu jeclaadee waxaan umalaynaa waxaa ilaahay dartii isu jecla hadda nimankan hadda waa ku maqlayaan umalihiiye tabliiqa la yidhaaho nimankaasaa hadda yaan arkay niman ilaahay dartii wa wada socdo wax wada cunaayo guryahooda intay ka soo meel wada hooyanayo meel wa ku wada qaday ama ku wada quuday dadka intiisa kale inaba kala cararayaan baad umalaynaysa oo jamiicada iyagana allah usiyaadiya barwaaqada marka waxaa weeye maxabadii waa yaraatay waxaan soo gaarnay ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi laga galay inuusan kugu nacaynin ee towbad haddaad la imaani wayso uu ku nacay nabi aadan calayhi salaatu wasalaam aabbaheen iyo ibliis qisadoodii waad garanaysaan waid qulnaa lilmalaa'ika isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis aabaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin ibliis markii malaa'igtii ilaahay meelu asaga taagnaa garan mayne markii sujuuda la yidhi alla subxaanahu wa tacaala amar uu ku riday malaa'igtii waay sajuudeen fasajaduu waay sajuudeen ilaa ibliis ibliis mooye ibliis waa diida sajuudi ilaa ibliis aaba wastakbara waana is weynaysiiyey wa kaana min alkaafiriin gaal buu noqday ma towbad keenin siduu ku tagay ilaa qiyaamo wey isaga amar la amray wax diido asagaa ugu horreeyey wuxuu leeyahay bani aadan anoo ma miyaanu sajuudaya anigu bani aadanka maxaa tusay waxa waxaa amray soo alla ma aha ilaahay baa sujuud jiray mu sujuudyo wuu diiday waa kibri soo maaha rasuulku waa kiilah calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu aljanna man kaana fii qalbihi mithqaala dharra min alkibri kamaa qaal rasuul sala allahu calayhi wasalam
مثقال ذرة قدر كذا إن قلبي سيكجرته كبيرة جنة إلهي والله حرام يا رسول إبليس جنة والله حرام يعني وحمر لعمر الديدا سيغوري وحلنا هي المسلمين تا المؤمنين تا لغنا هي وح جيرنا النبي آدم باوري ودردر عليه الصلاة والسلام مركو الدين إبليس نعرض إلهي ما كنا عبد حقه بحي صوما وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين نبي ادم وحاليلي هذه هي حاول دقه جنه الاحداد جنه الاحداد الدقه هذيني مال العنا مذكي بلح نوع الله نوع دونتان كره خيست بالي رقد انت مشنا حيثما شئتما ما الله ماشي دونتان كعون جنه برواقده لكن بشروط ولا تقربا هذه الشجره جيتك ونسكين عليها هكذا جيت بس اسكيل عليها نبي آدم كيف يسميه جيت كيف يحونه أمر نهي لن نهيه وحجيرنا سيقا وري كيف يسميه نبي آدم يحاوم حي يسميه وايس قرتين مرك فطلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إلهي بوصى نغطي إلهي واسوده وين نبي آدم عليه الصلاة والسلام ومن نعين إلهي وانا حليم وادو الغاد بلاني هاي أدون كي سنواج عليها مارك أذيك بحالك أدون يا بني آدم مرها ذاتها واتبع السيئة الحسنة مارك أدن بك شو الله حق يعرر الله حق يعرر إلهي هدي حق هذا وعرر تصومها إلهي واكوبت بادين إياه قع مفرن وكوسة ودوين إياه دن بدافي الجنة إما اغفرنا واضل يضحى وانا كارها لنقون إياه أما هذه هذا قصيبة عليك تميا نبتها إلى إلى ضحي طوبة سلنك رسولك عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه إنه يهانو ملينا يا قبر يا رسولك تمي عليه الصلاة والسلام قبرنا من جهنة كان يقول جهنة الله يهد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمي وهي حبلة من الزنا قبرنا أوربا إلى هد أوركا نزنوها زنا عنو قعلة نبي قال مركي يوتي محيط يا رسول الله رسولك إلهي أصبت حد بيتري حد بان كل عي حد يقول بيتري والله في رسالة دمي ما أنقل دمي ما أنقل يقول قد نبي قال محيط عليه الصلاة والسلام مركي يقول بيتري يقول بيتري دمي ما أنقل فأقم علي كركي يقول بيتري فدعا نبي صلى الله عليه وسلم رسولك محيط عليه الصلاة والسلام رسولك محيط عليه وليها ولي قد يقول وقبرنا يادد وحقابي قبرنا يادد وحقابي نين باي استاغي انا وحقابي نين كيو النبي قوي عليه الصلاة والسلام وحوي الى قبرنا وناجي بولي اليها قبرنا وناجي وناجي اللواء الرموض بواي سوق ليسا مروي يان لعبين الله واتيو عالك وركيس الى ديان لديهم بولي مروي يو بريا بلدلها محالا قد قالينا هاد هنا بولي بريا بلدلها وقد انت دور للرجمنا دقح لقدلها محالا قد قالي وحمي عانيا برعيا محالا يشرب هذه هنا وناجي من قبر رسولك عليه الصلاة والسلام قبرني مونك كحيي هو ناجي واي أم شيء أنا قاعد ما يكرس شيء مرك يا أقول ناجي سنة أم شو أنا قاعد أي كرس سنة إيه كبر النبي يسوع المقت وسوالي مرك النبي هو كان عليه الصلاة والسلام قبرني أيضا هاد أيضا ويلك عن تايسر رواية تقول واحد قاية أنا كبس بوته كبس كبس بو على عيني يا ترى ويل كنا وقع كبيس تونا وان كوري أنا كنا واقن أحد يهلي جو فيه وحس إيمان لنا شيخ ماشي وسوردي وين رايح الجدري للصعود ها إن رايح الجدري مركزه كان نكي مركزه النبي عليه الصلاة والسلام وهو أمري فأمر بها نبي هو أمري درك هذا الله حنه درك الحنه ودرف حنه عليه خورك درك الحنه وهي جاجبه ثيابها مركز درك الله حنه أمر بها وأمر النبي إن الرجم ورجح الوجود له فالرجم دوان الرجم مركا رجح الوجود له قد أنت دور رجح الوجود له نقل هاي مركا الوجود له مقصد كأن وضعنا وحاوي نقل هاي قبل هاي مركا الوجود له النبي قال وايس تاجي صلاة جناسين وكنت كذا مركا سيدنا عمر مع النبي أنتوا حاجة ضم كعب تيبوري ورمناك زنايسة تبع جناسة كنت كذا نيسة الله كافر صلاة إن بدن بعد حديث كان مغشين إن بدن دتكو وضع علماء
سيدنا عمر رضي الله عنه يا وحكوية ما وحاد كنت كنيسا أرنكاس قبل سميسة نبي وحكوية عليه الصلاة والسلام لقد تابت واي توبت كأن تبدو توبة توبة لو قسمت هذه اللقائم يبوري بين 70 من أهل المدينة لو سعدهم وحوية خيرك يا بركة يا نورك يا فضلك إلهي أنتي سأكجر تبوري قبلنا هذه اللقائم يبوري تضباطا أهل المدينة كل وقاري فضلك إلهي دي قيبوري تضباطا كبه وجندكم منتشنين والله في رسالة إلهي سبحانه وتعالى مرهن وقرعتي وإذني ستي وحمرهن ومرهن ومرهن ومفيجن ومرل على ذلك درجان المحايكو قارت طوبائي كنتكو قارت أذيكو بني آدم باتايو أفر إلا باتنا ساوات قفي لكن مركات قفت الله صنعه ويقع طوبها سيقب مركات قفت أدم باودو طبنا إلى الله طوبنا لنا هنغطو سد حديث شرنيه الرسول طول نوشه مدي عليه الصلاة والسلام دم بيجي أو كان نحب حضو برنامج كذا بحضو شاء الله يتأثر شاء الله يصف بس يمرت أتجرتو إن هذا ولا يكون عنيني أي عزيمة الله يعود ريابت إن هذا ولا يكون لابنيني إن هذا قام كجرتو هوا كان قال من الشيطان عفوصا بري الحيو لكن هذا صار قصة في الموت ولا ليال الله سبحانه وتعالى نينك برياتي سواكو قضي لأن الصلدقاء وقعمها ولكتنا أكتسوا كالليباني قال تعالى فأما من ضغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وذكرنا إيسان آياتك وأنا حسوسيني هيا فأما من ضغى روح كفلي أو قوقي أو من يعقر ري أحد قدبي وآثر دورت الحياة النوشة الدنيا هو سيسي فإن الجحيم هي المأوى سبحان الله جحيم هو جيسا قوش مرقات وحلو لقى جحيم الأحديث وأما من خاف مقام ربه روح إلهي كبق إلهي لكل جيسا برمح الله كل من دونتم أنت في حساب تمين ونهى النفس عن الهواء حب الشهوات كي نواسك جوجي فإن الجنة هي المواء أسكن جنة كهويني الله كلا في عنا لبضا ميرا يكله هيدين يا لبضا ميرا يكله هيدين نين جنة وهايدة إلهي رليز راني مريس إنين إلهي عرازي عقاب كيس جحيم وهايدة نين بقولي من بوهايدة إلهي وقا جنة نوهايدة نقدر يا رب العالمين ولا ليال الله سبحانه وتعالى أنك بغن وحالة قاري دونا وقت أذك آدي آدي وادك آدي آدي وادك سوى إلهي قرآن كنا وشاك وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدو ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون الله سبحانه وتعالى وحليه واتقوا يوما دجهم مالين كبقى مالين تأثر لا تجزي نفس عن نفس نفن نفع شيء وحبه قبل أيمين مالين نفن نفع باقي وقبل أيمين ورمالين تأثر كبقى ولا يقبل أن لا أقبل أيمين منها نفتح هذا عدو لا لوش يصبر الشاء ولا تنفعها ينفع أيمين شفاعة شفاعة إرجعنا يا بترين ولا هم ضدك يا هاني ما ينصرونك بلوك إرجعوا إنها مريق 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 لغسينا يا ولا ليال وفقاوان إنو كده إريانو ملايني إلهي أنك بغنو الله سبحانه وتعالى أنك بغنو وحاوي وادقرنا إيسان حديث كدير معاهد بن الجبل فراها بضنا رسولك آخر كيس حديثك وكلها ألا أخبرك ميانك هو رمين معاهده بملاك ذلك كله قلت بلا يا نبي الله حديثك وقرنا إسامة نمرين يا حديثك ديرا فأخذ باللسانه نبي عرب كيسو قبطي وقال وحينا كف هذا كف عليك هذا كف رب عليك كن عليك ورك هذا كن وركن علبوا لمعاذو نبي عرب كيسي انتو قبطا وحينا معاذو كن علبوا لكن معاذ نبي واجعل عليه الصلاة والسلام حديثك كان وقرنا إسان إنه يحبك يا معاذ وكيلها النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وأنك جعل هيبر النبي عليه الصلاة والسلام جعلكم يا كينا وحيرة وحنكون دردار ما يأكل الدبر الصلاة شنت الصلاة مركها تكت الدواد هذا هكذا جبوري اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأنك جعل هيبر معاذ نبي محمد با وأنك جعل هيله الله أكبر هذا نواك دردار ما مركي معاذ نبي أوليها كف هذا كف عليك هذا أوليها
أنا قال ليلة صعبة أنا قوي آه. معناه معه معاد واحد ده خاص كنتاي تذكر وراه الله يا أنا قوي معاد من عرف فيس هذا دعاي معه كوا عرب كودو سن ألف تلهين أو سكس عضو أنا قوي معاد أبوي الكف ثاب أبوي عليك فرك هذا كان معاد هو وجه رسولك عليه الصلاة والسلام قلت وحان إلى رسول رسولك إلهي وإنا أنا لم أخذنه بما نتكلم به والنبي الله وحنا نقول لينا من راقبنا يا ابو وحنا نقول لينا وما طلع شبينا من راقبنا يا فقال النبي عليه الصلاه والسلام فكرت امك هو اذا كويد يا معاذ معاذ هو اذا كويد وهل يكون الناس دتك ما وحك لا لو ترى لو ريدا ويرى في النار نارته على وجه وجه وجبور دتك انت لبد لو لقبت النار ما وحك لا لو غل لا تيا ويرى يا وحك لا ما لو غل لا تيا ويرى او ما على مناخرهم بوري أما صدب دب الله وطورابوش إلا حسايد أهل سنتهم عرب قد وحكوش قيستان ونصغم أبوش داد كما وحوكم مطيستين نارت وحك لا بويري إلا وحي عرب مكوص بدين موي حديث كلا وحوها كف هيب عليك كرك هذا كان كأسدك يأكل يوم القيامة وإلي بي هذا ما لنت قيامة نحن أقول دونه إلهي أنه قرقارو إلهي أنه قبل المحيو إلهي أنه قرار نغضو إلهي عزيزي شرفتيسي عدم ديسي الله أنه قرقارو دمي قاين كيوال كينا رافو مراقف ربضان الله نسيو أبارت الله أنه جبيو انت بقت الله أنه عافيو توبض الله أنه أقبلو توبض الله أنه أقبلو توبض الله أنه أقبلو ننكو إلهي توبضك أقبلو آخر يدنك والليباني ليبان آخر الليبان الدنيا الله نسيو وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.